الآن يطلبون منا خفض الصوت، الآن طلبوا منا خفض الصوت خالد، لأنه هنالك على ما يبدو صوت أحد الناجين تحت الأنقاض. يظهر أمامك على الشاشة له قصة، بأنه اليوم تم إخراج 10 أشخاص منه، أحدهم كان على قيد الحياة، ولا تزال عائلات بأكملها محاصرة تحت هذا المبنى، من ضمنها عائلة مغربية لم تخرج حتى هذه اللحظة، وهم الآن يعني يسابقون الزمن، لأنه بما أنه خرج شخص على قيد الحياة.